يعني الرسالة التي أردنا أن نوصلها من هذه المسيرة هي ذات الرسالة التي أراد أبناء شعبنا أن يوصلها في أماكن خروج شعبنا الفلسطيني في الضفة في 48 بالقدس في الشتات، لنقول للاحتلال أن القدس خط أحمر، أن القدس خط الدفاع الأول، لن نسمح للاحتلال باستمرار بعدواني على مدينة القدس، واستمرار هذه الاعتداءات يضع وقف اطلاق النار في مهب الريح ويعيد خلط الأوراق، وعليه أن يتحمل النتائج والتداعيات. زمن الاستفراد بالقدس قد ولى، وزمن الدفاع عن القدس قد آن، ولهذا نحن ماضون بكل الأدوات والأشكال دفاعا عن القدس.